ما زال مكتب التنسيق في مركزه الرئيسي بجامعة القاهرة مفتوحا هذه الأيام في حالة عمل دائم بلا توقف لاستقبال الطلبة الراغبين في دخول الجامعات المصرية، ولكن هذه المرة يعني للطلبة الوافدين من الدول العربية. للمرة الثانية نلتقي الأستاذ مكرم محمود مدير عام مكتب التنسيق في المركز الرئيسي بجامعة القاهرة ليحدثنا عن أهم يعني المشاكل التي تواجه الطلبة الذين يأتون إلى مكتب التنسيق من أجل الالتحاق بالجامعات المصرية حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مكتب التنسيق بدأ النهارده في قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية اللي هم السعودية والكويت وليبيا والبحرين والأردن وعمان، كل الدول العربية. الشهادات الأجنبية لها أيام لوحدها لسه ما بدأتش. فطلبة بيجوا يقدموا دلوقتي بيسحب ملف وبس، ملف 200 جنيه بياخد معاه باسورد، بيخش على النت يكتب رغباته على النت، وبعد ما يطبعها بيجيب رغبات والشهادات الأصلية بتاعته متوثقة من القنصلية والخارجية، وبيجي يقدم عندنا ملف تاني، وبعد كده بنبدأ فرز الملفات دي ومراجعة الدرجات اللي طالب كتبها على النت، ويبدأ الترشيح بعد كده. بالنسبة للمشاكل، هو مفيش مشاكل، احنا مشكلتنا الوحيدة دلوقتي النت. مكتب التنسيق اللي هو كل أعماله على النت، مفيهوش نت أصلا، بنعمل كل حاجه بره، ولو عايزين حاجه بنخرج بره عشان نسال او نعمل حاجه على النت. يعني اسمح لي استاذ مكرم يعني نبرز هذه المشكله، ان جميع التعاملات مع مكتب التنسيق من خلال بين الطلبه ومكتب التنسيق تتم عبر الانترنت، ولكن مكتب التنسيق نفسه في المركز الرئيسي ليس به حاسب الي او انترنت. هذه يعني مشكله يعني مهم ابرازها. دي مشكله كبيره جدا بتقابلنا، مفيش عندنا نت خالص وكل اعمالنا بتتم على النت. اما اجي احسن اشوف اي مشكله طيب اروح كليه الهندسه عشان ابحث المشكله واجي، واخد وقت عشان ارد عليه او اقول له تعالى لي بكره، او دلوقتي الطالب عايز الحاجه دلوقتي اهو، انا مشكلتي وعايز احلها دلوقتي. استاذ مكرم، هل تم طرح هذه المشكله من قبل اثناء تقديم المرحله الاولى في مكتب التنسيق؟ ده هي تمت قبل التنسيق وقبل المرحله وقبل اي حاجه، كتبنا مذكره وفيه وزير قبل كده كان وافق عليها ان مكتب التنسيق يدخله نت، وفي ناس من الوزاره وقفوا قدام العمليه دي وما تمتش حكايه النت، رغم ان جاي من شركه الاتصالات جم ناس صوروا المكتب وعملوا مقايسه للاماكن اللي هيتحط فيها النت والحاجات دي، ورغم ان لحد الان ما تمش اي حاجه ولا دخل عندنا نت، عندنا مشاكل صعبه جدا ان احنا ازاي نتعامل مع طلبه على النت واحنا ما عندناش نت. اذا من خلال يعني بخلاف مشكله النت، كيف يتعامل الموظفون مع الطلبه الوافدين في تلقي الطلبات؟ ربما تبرز الصوره يعني هناك بعض الشبابيك التي بها بعض الموظفين الذين يمارسون عملهم ويتلقون الطلبات من الطلبه الوافدين، كيف يتم التعامل بين هؤلاء الموظفين والطلبه او الراغبي الالتحاق من غير وسيله، من غير هذه الوسيله يعني وسيله الانترنت؟ الطالب على الشباك دلوقتي بيعمل حاجه اسمها المول الاعتباري لكليات الشرطه وكليات العسكريه. الطالب بيجيب صور شهادات بتاعته معانا الاصليه وبنعمل منها مجموع اعتباري، مش محتاج نت، انما طالب قدم وبيقول لي دخلت كليه غير اللي انا كاتبها. انا اعرفها ازاي؟ لازم افتح النت واشوف له الرغبات اللي هو كاتبها ايه، واشوف هو كده ترشح صح ولا غلط، ولو في غلط اعدله له. انما لو هو صح بيبقى هو يبقى الولد هو غلط في حاجه ما اقدرش اعملها. اذا التعامل الورقي هو جزء من العمل ايضا. جزء من العمل ايضا، انما عشان كده صعب جدا ان انا ادور على النت فين واروح فين وادور على رغباته ازاي. دي مشكله صعبه جدا بتقابلنا الصراحه في كل شغلين. استاذ مكرم محمود اشكرك على هذا اللقاء، مدير عام مكتب التنسيق بالقاهره، اشكرك على هذا اللقاء، ويعني نؤكد مره اخرى على اهميه هذه القضيه او المشكله التي تحدث فيها، هي اهميه وجود انترنت داخل مكتب التنسيق لتيسير العمل داخل مكتب التنسيق، لان الطلبه الذين يتعاملون مع مكتب التنسيق بشكل مباشر يتعاملون معه من خلال هذه الوسيله، وسيله الانترنت، وليس من خلال الشباك بشكل مباشر. مستمرون معكم في تغطيه اعمال مكتب التنسيق من داخل المركز الرئيسي بجامعة القاهرة.